النار هذا القاتل فما بال المقتول؟ ولأنه كان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار، القاتل والمقتول في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يصنع في مثل هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكن كخير ابني آدم، وهو ابنه لصلبه، لما قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، لما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فأخذ بها أبو بكر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان ما كان، وأرسل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من أرسل، اعتزل هو ناحية، وأخذ من كان هنالك من قبل معاوية رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين، فحرقه جارية، وكان مرسلا من قبل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقيل له: إن أبا بكرة أخونا يراك. قالت زوجه: لقد قال والله لو دخلوا علي ما بهشت وما بهشت إليهم بقصبة، يعني ما رفعت في وجه واحد منهم شيئا لا يؤذي ولا يضر، ما بهشت بقصبة، والله لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. لماذا؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، افعلها إذن وبوء بإثمي وإثمك وأبق دمي حتى يكون في رقبتك، وحتى يأتي المقتول يوم القيامة، حتى يأتي المقتول يوم القيامة كما أخبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاملا راسه وقد أخذ بتلابيب القاتل إلى رب العزة يقول: يا رب سل هذا لما قتلني. وهي صورة مفزعة جدا. يقول إنه يأتي برأسه يحملها بيده، تتصور هذه، ويأخذ بتلابيب قاتله حتى يكون عند العرش يقول: يا رب سل هذا لما قتلني. إياكم والدم الحرام، فإن المسلم في ساعة من دينه وساعة من أمره ما لم يصب دما حراما، ويحك لا تجتمع على الدماء، فإنك لو أخطأ في حق ألف كافر أصلي في الحكم عليهم بالكفر، لو أخطأت في الحكم على ألف كافر أصلي، بل على ملء الأرض من الكفار الأصليين، لو أخطأت في الحكم عليهم بالكفر لهو أهون من الخطأ بالحكم على مسلم بالكفر مع إراقة ملء محكمة من الدماء من دم حرام. لماذا؟ لأن الصغار ولأن الجهل يجتمعون على دين الله رب العالمين. نعم، ما في هذه الأحزاب والفرق والجماعات من أهل علم يركن إليه، جهلة، جهلة بدين الله، لأنهم جهلة بالكتاب والسنة. كالخوارج لهم عبادات ولهم جلد على العبادة والصبر، وليس عندهم اعتقاد صحيح ولا علم، تسرع في الحكم وتسرع في الدماء. لو طهرنا غزة من الفتحويين وطهر الفتحويون القطاع من الحماسيين ردا، وصارتها
يا للسعادة والحبور، دولتين إسلاميتين. نعم، وتصور الآن قرية في أي دولة، بل تصور نجعة في أي دولة من دول الأرض أعلن استقلاله عن الدولة الأم التي ينتمي إليها، وصار النجع الإسلامي الذي يريد أن يكون له تمثيل في عصبة الأمم، في الأمم المتحدة. فأمم مقر الإدارة وصادر السلحليك وقيد الخفراء وعين غيرهم وأعلن استقلاله بدولة إسلامية رشيدة، نعم، تحكم بما أنزل الله قولا واحدا بلا مثنوية. نعم، هذه كهذا سلطة بغير سلطان. أي سلطة؟ ترى لو أنك أخطأت وانتحيت جانبا، لقد أفتى العلامة الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه يوما من الدهر فقال: إنكم، أفتى لهم، إنكم إذا لم تستطيعوا أن تقيموا أمر الله في أرضكم فاهجروها وهاجروا عنها فأنتم من المستضعفين. فشنعوا عليه ربما حتى التكفير وقالوا: عميل، عميل لليهود يطلب من المسلمين المجاهدين أن يخرجوا من الأرض المقدسة. وما كذلك قال رحمة الله عليه: وإنما شرط شرطا، فعند التنزل على الواقع تكون فتوى، من الذي سيفتي؟ الآخذ بها، لا الذي تكلم بالحكم بدا. واضح هذا، واضح جدا. تتصور الآن أن ذلك قد كان، وأن القتال قد رفع واستقلوا وصاروا دولتين، سيقف العالم، كل العالم، من أجل أن يتفرج. ويتفرج، هذه فصيحة فلا تبتئس، من أجل أن يتفرج في حضور. وهذه الدولة الناشئة النامية الإسلامية تقيم دين الله وتطبق حدود الله في أرض الله، جهل فاضح بالواقع قبل الشرع. يا ليت قومي يعلمون. ما هذا معك؟ اللهم إنا نسألك أن ترفع سخطك ونقمتك عنا وعن العصاة أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأثنا واعف عنا وردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ردنا والشاردين أجمعين إلى دينك المتين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.